الرقم اللي دائما يتداولونه ودائما يتكرر مع كل وقت، هذا الرقم إذا كان الفرد عنده أكثر، يعني عنده 4 أبناء أو 3 أبناء، لأن مو كل أسرة 6 أفراد، في أسر 3 أفراد، في أسر 4، لذلك هو مو تعريف، هي ليس بتعريف، أسر 3 أفراد وأسر 4 أفراد 5 أفراد، كل أسرة تختلف عن الأخرى، وكل أسرة فيها من يعمل من الأبناء وفيها من لا يعمل من الأبناء، فلذلك المبلغ الموجود 300 دينار أو فاقت ليس هذا المقدار الذي تقدمه الدولة. الدولة تقدم دعم للضمان الاجتماعي، وهذا بموجب القانون وتم تعديله في أواخر العام 2021 وبداية 2022، تم زيادته 10% إلى الأسرة والأفراد والأبناء من الأسرة. كما وأن المسألة الثانية علاوة الغلاء للفئات تصل إلى من يتقاضون راتب هو 1000 دينار، في هناك أكثر من فئة موجودة ومعروفة لديكم ومعروضة وتم التوافق مع مجلسكم الموقر، إضافة إلى مسألة ثالثة اللي هو الدعم أو التخفيض عن الكهرباء، وآخرها الدعم اللي هو الخاص بالتعويض عن اللحوم. فليس هذا الرقم الذي هو تعيش عليه الأسرة البحرينية، لا يستقيم أن دائما احنا نردد أن احنا نقول حد الأدنى متى ما يتوافر من مدخول لدى الفرد يستوجب يحصل على أكثر من دعم، يحصل على الضمان، يحصل على علاوة الغلاء، يحصل على علاوة أقول تعويض اللحوم، يحصل على تخفيض الكهرباء. هذه الأسرة التي هذا مدخولها تحصل على هذه الأشياء متى ما كانت حسب التعريف الذي ابتديت فيه. وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة الوزير.